السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي النهاردة إن شاء الله معادنا مع الـ Possessive Adjectives. Possessive Adjectives يعني صفات الملكية. صفات الملكية هي صفات بتيجي عشان تحدد ملكية أشياء لأشخاص أو تحدد إن أشخاص تبع أشخاص. طبعا مهم جدا في الأول إن نعرف إيه هي صفة الملكية من كل ضمير إحنا خدناه. طبعا حبايبي صفة الملكية من I هي my، وماي معناها ملكي، وبستخدمها لما أكون بتكلم عن نفسي. صفة الملكية من هي هز، وهز معناها ملكه، وبستخدمها لما أكون بتكلم عن أي مفرد مذكر، يعني علي، سامي، أحمد، إبراهيم، ماي فاذر، ماي براذر، ماي جراند فاذر. طيب أما شي فصفة الملكية منها هير، وهير معناها ملكها، وبستخدمها لما أكون بتكلم عن مفرد مؤنث، منى، سارة، نهى، ماي ماذر، ماي سيستر، ماي جراند ماذر، أي مفرد مؤنث. اما ات حبايبي فصفه الملكيه منها اتس، وخلي بالك ان اتس دي ما فيهاش ابوستروفي اس، هي اي تي اس على طول. دي صفه الملكيه من المفرد غير العاقل، يعني لو انا بخلي حاجه ملك قطه، ملك كلب، ملك حيوان، دايما بجيب اتس. طيب صفه الملكيه من وي هي اور، اور حبايبي معناها ملكنا، وطبعا انا بستخدم اور لما اكون بتكلم عني انا واي فاعل كمان، يعني انا واي شخص كمان بقول علينا وي. اما they فصفة الملكية منها their، وther معناها ملكهم، وبستخدمها حبيبي لما اكون بتكلم عن اي اسم جمع سواء عاقل او غير عاقل. صفة الملكية من you انت، your ملككم او ملكك انت او ملكك انت. من اهم الحاجات اللي انا لازم اعرفها حبيبي ان صفات الملكية دي لازم يجي وراها اسم. تاني حبيبي صفة الملكية لازم يجي وراها اسم، ما ينفعش ابدا صفة الملكية تقف من غير اسم. يبقى مهم جدا ان نحفظ صفة الملكية من كل ضمير ومعناها. تعالوا حبايبي بقى نشوف انا هستخدم صفات الملكية دي ازاي. طبعا هنا حبايبي في اول جملة بيقول لي I love a parents، طبعا انا عايز احط صفة ملكية من اللي احنا اخدناها. طيب هشوف الفعل هنا مين حبايبي؟ I. طيب انا بحب اكيد والدي، يبقى اذا عايز صفة الملكية من I فحلقيها على طول my، يبقى I love my parents يعني انا احب والدي. طيب نشوف الجملة التانية بيقول لي This is my brother، A name is علي. طب الاسم ده بتاع مين؟ هتقول لي بتاع اخويا. اخويا ده ايه؟ هتقول لي مفرد مذكر. طب المفرد المذكر منه صفة الملكية his، فاذا هقول his name is علي، يبقى ده اخويا اسمه ملكه علي. طيب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي This is my sister، يعني دي اختي. A name is Sarah، لو سألتك الاسم ده بتاع مين؟ هتقول لي بتاع اختي. طب اختي ده ايه؟ هتقول لي مفرد مؤنث، طالما مفرد مؤنث صفة الملكية منه هتقول لي her، يبقى her name is سارة، اسمها ملكها، يبقى اسمها سارة. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي أحمد has a cat، a cat is big. لو شفنا المثال التاني برضو بيقول لي أحمد has a cat، a color is yellow، عشان كده بقول لك لازم أحدد هي الحاجة دي بتاعة مين. فهنا بقول لي أحمد has a cat، أحمد عنده قطة، a cat is big، القطة دي هقول لك بتاعت مين؟ هتقول لي بتاعت أحمد. يبقى إذا أنا عايز هنا صفة الملكية من أحمد، صفة الملكية من أحمد his لأنه مفرد مذكر، فإذا هقول his cat is big، قطته ملكه بتاعته، قطته هو كبيرة، يبقى قطته كبيرة. طيب تعال نشوف المثال اللي بعده، نفس الجملة حبايبي أحمد has a cat، ولكن قال لي هنا color is yellow، لو سألتك هو اللون ده بتاع مين؟ هتقول لي بتاع القطة، مش بتاع احمد، فبالتالي هقول هنا صفة الملكية it's، فهقول it's color is yellow، لونها لون مين؟ هتقول لي لون القطة، والقطة مفرد غير عاقل. نفس الكلام لما اقول لك رانا هذا كار، وهنا برضو رانا هذا كار، هنا قال لي ايه كار از نيو، لو سألتك العربية دي بتاعت مين؟ هتقول لي بتاعت رانا، يبقى اذا انا عايز صفة الملكية من رانا اللي هي يا حبيبي هير، يبقى هير كار سيارتها، سيارة مين؟ سيارة رانا. طب نشوف اللي بعدها، بقول رانا هاز ا كار، ايه كولر از ريد، لو سالتك اللون ده بتاع مين؟ هتقول لي ده لون السياره مش لون رانا، فبالتالي لازم اقول اتس، يبقى اتس كولر. طب تعال نشوف المثال اللي بعده، بقول اي اند علي ار فريندز، ايه فاذرز ار تيتشرز، بقول لي انا وعلي اصدقاء، ابهاتنا مالهم؟ ابهاتنا مدرسين. خلي بالك ان اي وعلي اعوض عنها بايه؟ بوي، يبقى صفة الملكية من وي اور، فعشان كده هقول اور فاذرز يعني ابهاتنا مدرسين. طب تعال نشوف اللي بعدها، بقول له عمر اند علي، هنا بقى الجمع ده انا مش موجود فيه،
واي جمع انا مش موجود فيه حبايبي انا عارف ان انا بعوض عنه بازاي. فانا بقول لي عمر اند علي are friends اصدقاء. Your mothers are teachers are doctors. امهاتهم اطباء. امهات مين؟ عمر وعلي الجمع. فبالتالي هقول their ملكهم their mothers امهاتهم. طب تعال نشوف اخر مثال بيقول لي did you do a homework. طبعا هنا الفعل بتاعي يو، يبقى انا عايز اقول هل انت عملت واجبك او هل انتم عملتم واجبكم. طبعا اذا هجيب صفه الملكيه من يو حبيبي اللي هي يور، فاذا هقول did you do your homework. يبقى مهم جدا ان انا اعرف الاسم ده ملك مين بتاع مين تبع مين عشان اقدر اجيب واحدد صفه الملكيه. طيب يا مستر انا لما اسال عن الملكيه بسال بايه؟ شكل ما قلنا حبيبي ان انا بسال بكلمه هوز. هوز حبيبي معناها لمن او ملك من. هوز دي حبيبي لازم يجي وراها اسم سواء كان اسم مفرد او اسم جمع. بعد كده بكمل السؤال باز او بار على حسب المفرد والجمع، واكمل بقى يا اما اجيب ات يا اما اجيب ذس يا اما اجيب ذات، اي حاجه من الثلاثه. وهنا يجيب ذي او ان انا اجيب ذيز او ان انا اجيب ذوز، بس لازم احفظ ان السؤال منظره بالشكل ده. هوز اسم مفرد او جمع، از او ار، وبعدين الاس ذس او ذات او ات او ذي او ذيز او ذوز. مثال لما يجي يقول لي ذس از ماي كار، يعني دي سيارتي، يقول لي اعمل سؤال. طبعا هنا عن الملكيه هسال بهوز، وبعدين لازم اشوف انا بسال عن ملكيتي ايه، هتقول للسياره. من الاخر اللي بيجي بعد صفه الملكيه او بصر في اسم الملكيه هو اللي بيجي بعد هوز، فاذا هقول هوز كار. طيب مفرد، فاذا هقول از وبدل يبقى از ذس، يعني سياره مين دي. مثال تاني لما اقول لك they are Alice's pens، يعني الاقلام دي بتاعت علي. واجي اقول لك يلا نعمل سؤال، هتقول لي اه طالما في صفه ملكيه يبقى السؤال بتاعي بهوز، وبعدين هجيب وراها الاسم اللي ورا ابوستروف في اسم الملكيه، يبقى اذا هقول هوز بنز. طيب ار ادي الفعل المساعد واجيب ذي، يبقى هوز بنز ار ذي. اعتقد ان سؤال سهل جدا، يا رب يكون فهمنا. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، ولو مش متابعنا من الاول ادخل على صندوق الوصف هتلاقي كل الحلقات من اول ما بدأنا ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.